أخبار رائعة قادمة من الشرق، من شرق الجزائر. أخبار تتعلق بهزائم منكرة لقوى استعمارية كبرى ودويلات صغرى مع حفتر. هزيمة نكراء تلقاها حفتر المدعوم إماراتيا، سعوديا، مصريا، روسيا، فرنسيا، على الأقل من طرف هؤلاء، إضافة إلى مرتزقة من تشاد ومن السودان ومن مجموعات إفريقية وحتى مرتزقة من دول غربية حسب بيانات حتى للأمم المتحدة. طبعا الذي يقود في المايسترو هذا أو ينسق له من ناحية المحلية الإقليمية هي الإمارات، والمشرف الأكبر على القضية هي فرنسا. الروس التحقوا مؤخرا، ولماذا ليبيا؟ لأن مجموعة كبيرة من الأسباب، لعلي تحدثت أكثر من مرة. خلونا اليوم فقط وسأعود إلى هذا الموضوع لأن هذا موضوع يهمنا. ليبيا أقل شيء، لو ما يهمنا ولا شيء، وهم إخواننا اللي يشتركوا معنا في كل شيء تقريبا. يهمنا أيضا أن لدينا 1000 كيلومتر مربع من الحدود معهم، ويهمنا أيضا أن ليبيا ونتيجة حكم القذافي ما زالت هي الدولة الوحيدة في جيران الجزائر التي لا تعترف بحدود الجزائر وتطالب بحوالي 40,000 كان يطالب بها المجرم القذافي. عفوا، ما زلت مسكوم فاعذروني إخواني. إذن قلت فالأخبار جميلة من هناك، فقد انهزم حفتر على أسوار طرابلس وسقطت له آخر ما مواقعه في طرابلس، وتم تحرير طرابلس بشكل كامل، وبالعكس اتجه الثوار إلى مناطق أخرى خاصة إلى ترهونة وهي جنوب طرابلس، حيث تجري هناك معارك أيضا الآن، بينما في بنغاشير في مطار طرابلس الدولي وفي أماكن أخرى هزم حفتر هزيمة النكرة. وفي الحقيقة حفتر بدأ هذا الهجوم قبل 14 شهر بالضبط، في 4 أبريل 2019 بدأ هجوم حاد، وكان من مبررات هذا الهجوم أيضا كانت بعض القوى تخشى انتصار سريع للثورة الجزائرية، للحراك الجزائري، فكانوا يريدون أن يضمنوا أن تكون طرابلس تحت حكم أحد العسكريين المجرمين، لعلهم يفكرون فيما بعد بالقيام بأعمال إلى الجزائر، في داخل الجزائر وتونس بطبيعة الحال. لكن هذه الهزيمة، وبعد 14 شهر من دعم إماراتي، فرنسي، روسي، سعودي، مصري، هي في الحقيقة انتصار لكل أحرار العالم، هي انتصار لنا، هي انتصار لإخواننا بطبيعة الحال في ليبيا أيضا. ما زالت المعارك موجودة في مدن أخرى، ما زال حفتر يسيطر على مناطق شاسعة خاصة منطقة الشرق وعاصمتها بنغازي، وما زال البترول الليبي يباع بالتهريب عن طريق الإماراتيين، وما زالت الأسلحة الإماراتية والمرتزقة الروس وبعض المرتزقة الغربيين وجنود فرنسيين ومصريين ما زالوا يقاتلون مع حفتر. لكن هذه بداية، وهي بداية مهمة للغاية لإعادة الثقة للذين كانوا يخشون من سيطرة حفتر على طرابلس ومن ثم على ليبيا كاملة. فحي الله أحرار ليبيا، ثوار ليبيا، حي الله أحرار الناس والعالم في كل مكان. وليس بعيدا في الحقيقة على ليبيا، كان اليوم أحد أحرار تونس في المجلس النواب التونسي أدلى بتصريح كم أعجبني، يعني كم أعجبني، فأردت أن تسمعوا منه جزء، وخاصة أنه مرتبط أيضا بما يجري في ليبيا وبالثورة المضادة عموما التي تقودها الإمارات والسعودية. اسمعوا إلى ما يقول هذا النائب واسمه عبد اللطيف العلوي، اسمعوا ماذا يقول عن الإمارات والسعودية. إلى آل ناقص كل التعافي كذلك من خلال قنوات العبرية والغد وسكاي نيوز، إلى آل ناقص وآل منشار وآل طحنون، ونقول لهم أدام الله خيباتكم وهزائمكم،
ونقول لهم نحن لم نأتكم ولم نتدخل في انتخاباتكم، لم نتدخل في انتخابات أجمل ناقة، ولم نتدخل في انتخابات أجمل ماعز، فلماذا تحشرون أنوفكم في شؤوننا؟ ولماذا تتدخلون في انتخاباتنا؟ ومتى ستكفون عن التسلية بدمنا، بدم أشقائنا؟ كلمات قوية قالها في الحقيقة، وكما أعجبني عندما استهزأ بهم وقال لهم أننا لا نتدخل في اختيار أحسن معزة عندكم، ولا في اختيار أحسن ناقة، ولا في اختيار أحسن حمار. أحيانا يعني السفهاء هناك الذين يسيطرون على أقدس أراضي المسلمين في الجزيرة العربية ككل يقومون أحيانا بتفاهات ليس لها معنى. مرة أحدهم هذا حاكم دبي اشترى عزكم الله حمارة صغيرة، لا أتذكر رقم يومها لكنه كان رقم ضخم، هذا يتجاوز 100,000 100,000 جنيه بريطاني، أعتقد أنه كان في حدود 300,000 جنيه بريطاني قبل سنتين أو ثلاثة، حتى كنت علقت عليه في تويتر يعني، وقلت لا زلت لا أعرف ما الذي أعجب أمير هذا الأمير في شراء حمارة صغيرة، جحشة صغيرة بهذا المبلغ الذي كان يكفي ليطعم عشرات الآلاف من الذين لا يجدون أكلا، لا أقول فقط في إفريقيا وفي أماكن أخرى وفي آسيا، ولكن في اليمن الذي دمروه تدمير هائل، اليمن أخرجوه، واليمن ذو حضارة تمتد آلاف السنين. السعودية والإمارات والمرتزقة الذين معهم وبدعم أمريكي غربي تم تدمير تقريبا شبه كامل. اليوم المعلومات تقول أن 80% من الآثار التاريخية لليمن قد دمرت تماما. طبعا هناك الحوثيين أيضا وما يقومون به من كوارث، لكن يبقى الحوثي في نهاية المطاف يمني، والصراع كان يجب أن يحل بين اليمنيين لولا تدخل هؤلاء المجرمين الذين لا يجدون مكان تقوم فيه ثورة أو تقوم فيه الناس تنتفض على حاكم مجرم إلا وتدخلوا، وما مصر منا ببعيد. مصر نجحوا فيها على الأقل لحد الآن بوضع معتوه السيسي الذي راه يؤدي مصر إلى كوارث. في سوريا هدمت سوريا على رؤوس أصحابها بحاكمها وبالإيرانيين وبالروس وبهم هم بالسعودية والإمارات وغيرهم. حي الله أحرار ليبيا على هذا النصر المشهود، وإن شاء الله سيكتمل هذا النصر بتحرير ليبيا، كل ليبيا.